نحن في الحقيقة سعداء جدا بهذه الزيارات الميدانية التي قمنا بها هذا الصباح نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. هذه الزيارات كانت من أجل الوقوف على تقدم مدى تقدم واحد المجموعة من الأوراق، وكذلك من أجل الوقوف على سير الدراسة في مجموعة من المؤسسات. في الحقيقة الزيارات اللي قمنا منها هذا الصباح يعني زيارات مهمة جدا، وأعطتنا فكرة مهمة جدا على أولا الوضعية ديال التمدرس في الجهة، ولكن كذلك أعطتنا فكرة على التطورات التي حصلت خصوصا في واحد المجموعة ديال الأوراق. الورش الأساسي واللي كيتعلق بالورش الملكي المتعلق بالتعليم الأولي، واللي الإشارة الجهة حققت فيه واحد القفزة نوعية يعني تسجيل 30 نقطة انطلاقا مقارنة مع السنة ديال الانطلاق ديال المشروع، ولكن كذلك أوراق أخرى متعلقة بإحداث ديال المؤسسات، وكذلك إحداث مؤسسات اللي من أجل في إطار التمييز الإيجابي بالنسبة للعالم القروي كل ما يتعلق بالمدارس الجامعاتية. واليوم والآن نحن كنتواجدوا في مؤسسة اللي عندها واحد الرمزية كبيرة في الجهة الشرقية خصوصا في مدينة وجدة، نظرا لكون أنها مؤسسة عريقة ودرسوا فيها واحد المجموعة من المثقفين، واحد المجموعة من المسؤولين اللي بطبيعة الحال ساهموا في تدبير ديال الدولة المغربية. ولكن الأمر اللي في الحقيقة أنا سعيد به جدا اليوم هو أنه يعني اللي كنعرفوا على هذه المؤسسة عندها القدرة على خلق تلاميذ متميزين ويعني بقدرات علمية مهمة جدا، إلى جانب ذلك أننا وقفنا على واحد المجموعة من الأندية اللي كتشتغل من أجل صقل المواهب، وكذلك من أجل تطوير القدرات الفنية والتربوية والثقافية للتلاميذ. وهذا بطبيعة الحال سرنا يعني كثيرا، لأنه طبيعة الحال هو اللي كيمكن من تكوين الشخصية المتميزة المتكاملة، واللي بطبيعة الحال عندها قدرة كبيرة مع التعايش مع الآخرين، ونبذ كل المظاهر اللي بطبيعة الحال ما كتمشيش في إطار السلوك المدني. فكل ما يمكن أن أقولها أننا سعداء جدا بهذه الزيارات اللي قمنا بهم في هذه المؤسسات هذا الصباح، وإحنا متأكدين بأنه إن شاء الله الرحمن الرحيم الجهة غادي يكون عندها واحد الوضعية متميزة فيما يتعلق بالتمدرس. كذلك بأننا كنا سعداء كذلك بحضور يعني بلقائنا مع مؤسسة اللي هي واحد المؤسسة اللي كتمكن من الاستمرارية ديال التألق ديال هاد المؤسسة، واللي وقفنا على بعض الأنشطة اللي كتقوم بها خصوصا فيما يتعلق في تطوير العلوم، وكذلك بطبيعة الحال توجه إلى الجانب العلمي. فبهذه المناسبة بغيت نوجه كذلك الشكر لهذه الجمعية، ولكن جميع الجمعيات المجتمع المدني اللي كتساهم في تطوير المدرسة المغربية انطلاقا من واحد المبدأ اللي أساسي واللي خصنا نعرفوه جميع وكنعرفوه جميع، بأنه المدرسة هو ليست شأن وزارة التربية الوطنية بوحدها، وإنما هي مسألة مجتمعية اللي كتطلب الانخراط ديال الجميع. شكرا.